نروح الكونفدرالية ونبعد عن دوري أبطال أفريقيا ونروح للكونفدرالية. الكونفدرالية بيراميدز سهول وفليتشر. يعني الصعود سهل 7-0. لا بالنسبة لبيراميدز ده فوز سهل ما عندوش مشكلة، لكن أنا حاطط عيني أكتر على فيوتشر. بيراميدز عنده خبرات أفريقية لأنه دي تاني مرة بيشارك على التوالي ويقدر يتعامل، والسنة اللي فاتت وصل لمراحل كبيرة جدا من البطولة. لكن أنت قدامك وافد جديد فيوتشر، مشاركاته الافريقيه النهارده في الكونفدراليه، المباراه اللي هتتلعب النهارده لمباراه العوده، ده بتواجده وان هو يلعب ماتشات سواء بقى وصل لمرحله تانية او مرحله تانية او ما وصلش، لكن هي بالنسبه له انجاز وخبره لابد ان هو يكتسبها، لان دي فرقه جديده في نفس الوقت وصلت لاول مره في تاريخها لهذه البطوله. الكونفدراليه صعبه جدا، فده التجربة اللي انت تقدر تحط عينك عليها وتبدأ تقيمها. لكن الخبرات الأفريقية اللي عند بيراميدز هيبقى طريقه سهل شوية عن فيوتشر، وخاصة العناصر اللي موجودة كمان في بيراميدز، هي عناصر خاضت قبل كده. عندها خاضت مع الأهلي، خاضت مع الزمالك، صحيح. خاضت مع بيراميدز نفسه، فلكن هما كانوا أصحاب أهداف كمان امبارح بالظبط. فالمباراة امبارح كانت لبيراميدز سهلة جدا يعني، بس خلي بالك النتائج أحيانا بتبقى خادعة يعني. انت 6 فانت تبص بقى للبطولة ان هي سهلة شوية، ما تنخدعش بالمباراة، بل بالعكس انت عارف ان البطولة الكونفدرالية بتبقى صعبة ونوعيات الفرق بتبقى احيانا مش معروفة بالنسبة لك، فلابد ان انت يبقى فكرك ان انت لابد ان انت تاخد مرحلة مرحلة وما تتخدعش بنتيجة كبيرة قوي في الاهداف، لان احيانا بيبقى الفريق الدفاع بتاعه مش قوي او هو الفريق مش قوي. كل ده بيدينا معطيات يا استاذ طارق ان احنا داخلين على دوري مصري ممتاز، هيكون في منافسات قوية، هنشوف او هنستمتع بحلاوة الكرة المصرية اللي يمكن افتقدناها من فترة يعني. بالطبع انت بنشكر حضرتك، ربنا يخليك. موجز 9 يعني خلاص دقت الساعة، فبنشكر حضرتك الاستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر.